في شهر 6 او 7 اللي جاي كل الانجازات اللي تمت في العاصمه الاداريه هيتم اعلانها مره واحده. فاعتقد ان دي من الطفرات، يعني اي منطقه بتشتغل لازم بيحصل فيها كذا طفره كده. اعتقد ان اول طفره تحصل في العاصمه الاداريه هتبقى في شهر يوليو اللي جاي، من بعد ما الوزارات، لان الوزارات كلها والحكومه كلها المفروض هتنقل هناك اخر السنه الماليه دي. فاعتقد ده هيشكل اول طفره في العاصمه الاداريه، وخصوصا ان ده هيتزامن مع كميه انجازات هيتم الاعلان عنها غير الحي الحكومي ان هو تم الانتهاء منه، يعني منطقه الابراج اللي بتنفذها الشركه الصينيه. اعتقد ان توجه الدوله دلوقتي ان احنا ما بنتكلمش عن حاجه غير بعد ما بتخلص. فانا متخيل ان في حاجات كتير هتكون خلصت في خلال الاربع او خمس شهور الجايين، فده هيشكل بالنسبه لي طفره كبيره قوي في الاسعار يعني. اكتر حاجه بتشتغل كمبيعات حاليا هي العاصمه الاداريه، لان الناس بدات تستوعب ان دي حاجه هتبقى مختلفه، وما بنتكلمش في فتره كبيره، بنتكلم في 5 أو 6 شهور. دي حاجه ممكن يحصل فيها طفره. طبعا في الناس المواطنين العاديين او المستثمرين اللي بيبتدوا يستوعبوا حاجه زي كده. الجديد ان احنا ممكن بدا يبقى في شرائح مختلفه بتخش عندنا، بمعنى ان احنا يعني في ناس بتخش تاخد الوحدات الكبيره بدات تشتغل مساحاتها كبيره، طبعا اسعارها كبيره، بدات تشتغل احسن بكتير من الاول. وممكن تبقى بتشتغل كمان ان في شخص بيجي ياخد 2 اور 3 يونتس، يعني بنتكلم احنا اكبر يونت عندنا 285 متر ودي بتتباع متشطبه، فاحنا بنتكلم في يونت مينيمم سعرها 4 مليون جنيه. فان انا الاقي حد جاي بياخد منها 4 أو 5 وحدات دي حاجة ما كانتش معتادة. معظم اللي كان قبل كده بيجي كان بيبقوا أهالي بيجيبوا حاجة للاستثمار لأولادهم، ده كان معظم اللي بيتم العملية الشراء عندنا بينه يعني. مؤخرا لا، لقيت إن في ممكن إند يوزرز بنسبة أكبر شوية، الناس هي نفسها بقت، لأن عشان كده شغلوا الوحدات الكبيرة. ان الوحده كبيره لان هو عايز يجي فعلا يسكن في العاصمه الاداريه، لانه خلاص هو شايف ان في، انا جنبي الجامعه بتاعت كوفنتري اوريدي شغاله من شهر 9 اللي فات، المشروع بدا يحصل فيه بروجرس في الكونستراكشن، فبالتالي خلاص هو شايف انه فعلا خلاص. والتسليمات بتاعتنا 2022 يعني بنتكلم النهارده بحوالي 2.5 سنين، فما بقاش الموضوع لسه بقى، ده غير ان طبعا شكل العاصمه الاداريه اثبت للناس ان خلاص ده مش وهم او ده مش حلم، خلاص ده موضوع بقى واقع يعني. فاعتقد الفتره اللي جايه لا، الموضوع هيفرق كتير جدا في الاسعار وفي شكل العاصمه.